السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أخواني وأخواتي الطلبة، إن شاء الله الكل خير وصحة وسلامة. نبتدي إن شاء الله محاضرتنا الرابعة لهذا الأسبوع. حكينا بالمحاضرة السابقة عن عمليات إنتاج أو عملية أو المرحلة الأولى من عمليات استخلاص وإنتاج الفيرس ماتيريال اللي هي سميناها بالأيرون برودكشن، عملية إنتاج الهوت ميتال. وقلنا عندنا طريقتين لإنتاج الحديد أو اللي سميناها بالأوكسيديشن أو الريدكشن ستيج، عملية الاختزال خامات الحديد راح تكون يا إما بالبلاسفرين أو باستخدام الألترناتيف ميثود. اليوم راح ناخذ اللي حصلناه بالعمليات السابقة اللي هو سواء الهوت ميتال أو السبونج آيرون الناتج من عمليات الألترناتيف ميثود، والهوت ميتال أو البيج آيرون الناتج من عمليات البلاست فرنس. فهذه راح يكون كمادة خام نجري عليها عمليات تكرير أو عمليات ريفايننج حتى ننتج من عدها منتوجات أو مسبوكات أخرى، منتجات أخرى من أنواع الحديد والفولاذ اللي هو الكاست آيرون وأنواع الستيل. نبدأ اليوم بعملية أو production of cast iron، عمليات إنتاج الحديد الذهب. فالكاست آيرون هو حديد الذهب. Introduction. Cast iron is the name given to those ferrous metals contain more than 1.7% of carbon. طلاب مرحلة ثانية عندهم شوية معلومات، درسوا معادن فعندهم معلومات عن هذا الموضوع. عندنا الحديد بصورة عامة راح يقسم إلى two groups. تبدأ هذا نسميه بمخطط حديد وكاربيد الحديد. يبدي هذه هنا تكون عندنا تدرج أو نسبة الحديد هنا تكون 100%، ونبدي نضيف عليها كربون فعندنا 0.2, 0.4, 0.8 إلى أن نصل هذه بالواحد، يعني عندنا نص، عندنا واحد، عندنا واحد ونص، اثنين، ثلاثة، أربعة إلى الماكسيموم اللي هي 6.67، هذه نسبة الكربون. فالحديد يعني أعطيكم شوي فكرة بسيطة، يقسم الحديد عندما تكون نسبة الكربون من أقل نسبة اللي هي ما ندخل بتفاصيلها إلى 1.7، هذه النسبة هذا نسميه بالستيل أو الفولاذ. فالحديد اللي يحتوينا نسبة كربون أقل من 1.7 هذا نسميه فولاذ، ما بعدها من 1.7 إلى تقريبا 4.5% كربون هذا نسميه بالكاست آيرون أو حديد الزهر. فهذا هو ملخص هذه الفقرة، أنه يقول الكاست آيرون هو الاسم الذي يطلق على الفيرس ميتلز السبائك أو المعادن الحديدية التي تحتوي أو محتواها الكربون يكون أكثر من 1.7، فمن 1.7 وما فوق يعني راح يكون عندنا هذا نصنف على أنه هو كاست آيرون أو حديد زهر. It is similar in combustion، يشابه بالتركيب to crowd big iron، يشابه تركيب الكيميائي مشابه للبيج آيرون. إحنا مو قلنا هسه قلنا راح نبدي مثلا الحديد والكربون، يبدي الكربون أقل نسبة للكربون هي 0.008 0.003
هذه أقل نسبة للكربون الحديد، تبدي هذه النسبة تزداد إلى أن تصل ماكسيموم 6.67. فمن ها هنا من هذه البداية إلى 1.7 هذا نسميه ستيل. لما تكون الكربون هذه نسبة الكربون عندما تكون إلى حد 1.7 الحديد بهذا التركيب نسميه الفولاذ أو الستيل. من 1.7 وما فوق اللي هي عمليا تصل الى 4.5 هذه اعلى نسبة للكربون، هذا نسميه بالكاست ايرون او حديد الزهر. التركيب الكيميائي للكاست ايرون راح يكون مشابه للتركيب الكيميائي للهوت ميتال او اللي سميناه البيج ايرون، اللي هو قلنا راح يتركب من العنصر الاساسي هو الحديد، بعد كربون عندنا المنغنيز والسيليكون والفسفور والكبريت. مقلنا هذه العناصر اللي راح تكون موجودة بجميع سبائك الحديد، ولكن الفرق اللي راح يحصل هو بنسب هذه العناصر. فراح نشوف هسه ايش قد اختلفت النسب عندنا بهذا التركيب. فتركيب الكاست ايرون هو مركب من نفس العناصر المكونة للهوت ميتال، ولكن النسب راح يكون بها فارق. Its structure is the crystalline and relatively brittle and weak. هذه الخواص نسميها الميكانيكية للكاست ايرون، انه الستركتشر مالته يكون بلوري، تركيب الداخلي، تركيب البلورات الداخلية، و relatively يكون brittle and weak، يكون هش وضعيف. يعني شنو نعني به هش؟ هش يعني مو مطيلي مثل الألمنيوم. يعني مثلا هسه مثل النحاس، كمثال النحاس إلى قابلية إنه مثل ما نقول إذا عدنا سلك هسه من النحاس نقدر نشكله بإيدنا بأي شكل، نقدر نعوجه، نقدر نسحب، نجي على عملية سحب بدون ما ينقطع. بينما المادة اللي تكون بريتل ما إلها قابلية إنه تتشوه أو إنه نشكلها بإيدنا، مثل الطباشير مثلا، مثل المواد السيراميكية، مثل الزجاج، هذه اللي فقط إن نسلط عليها قوة تنكسر، فهذه نسميها بالبريتل. فهذا الكاست آيرون بسبب إنه تكون نسبة الكربون بي عالية فيكون بريتل هش وضعيف انتينشن، بعملية الشد ما ممكن انه يشده. وقلنا مثلا سلك الالومنيوم او سلك من النحاس ممكن انه الى قابلية الشد عالية، انه لما ننسحبه نجري عليه عملية السحب ما ينقطع. بينما الكاست ايرون تكون هذه الخاصية بي ضعيفة. A typical analysis of a product iron، التحليل التحليل العناصر لهذا المنتج، لمنتج الحديد اللي هو الكاست ايرون، راح يكون بهذا التيبل. وهذه خليت لكم هذا التيبل اللي ذكرناه بالمحاضرة السابقة اللي هو خاص بهذا للهوت ميتال، حتى راح نخلي هنا اكواننا حتى نسوي مقارنة بيناتهم. فهذا عندنا راح يكون هذا للبيج ايرون او الهوت ميتال اللي هو ناتج منين؟ من البلاست فورنس. هذه حتى نقارن شلون صار عندنا الاختلاف او الفرق بالعناصر. راح نشوف هسه التركيب الكيميائي، وهذا هو للكاست ايرون. فشوف العناصر هي نفسها: حديد، كربون، منغنيز، سيليكون، فسفور وسيلفر. فهي نفس العناصر، راح يصير عندنا الفرق هذه عفوا بي فسفور بي الرصاص بي بي هذا بي عفوا هذه صححوها. الايرون راح نشوف هسه، هذا جاي نحكي للكاست ايرون اللي هو موضوعنا اليوم. الحديد راح تكون نسبته من 93 إلى 94%، الكربون نشوف قلت نسبة الكربون، كانت من 4 إلى 5% بالهوت ميتال، صارت من 2.5 إلى 3.7، وهذا اللي احنا قلنا انه نسبة الكربون تكون اعلى من 1.7%. السيليكون
صارت نسبة السيليكون كانت من 3 إلى 0.6، صارت من 1 إلى 3%. نشوفها زادت النسبة لأنه أنتم ما داخلين تفاصيلها، يعني إذا مرحلة ثانية أخذوا الكاست آيرون راح يشوفون تأثير السيليكون مهم بالكاست آيرون. لما نزيد نسبة السيليكون عن 1%، فنشوف نسبة السيليكون بالكاست آيرون راح تكون ما بين 1 إلى 3%، زادت نسبتها بشكل كبير. المنغنيز هو العنصر المسؤول عن المطيلية، أو اللي سميناها لما نزيد نسبة المنغنيز أو انضافت نسبة قليلة من المنغنيز تحسن إنه من الدكتلتي اللي هي المطيلية، قابلية الشد. المنغنيز نشوفه راح يكون من 0.5 إلى 1%، وهذه النسبة لو قارناها بهذه النسبة أيضا راح تكون يعني أعلى تقريبا. هذه كانت من 0.3 إلى تقريبا 0.5، هذه صار ضعف تقريبا. الفوسفور راح يكون من 0.1 إلى 0.9، هنا كانت نسبته أيضا أقل. والسيلفر أو الكبريت اللي هو راح تكون نسبته هذه النسبة 0.07 to 0.1، وهي يعني أعلى من هذه تقريبا. فهذا الفرق ما بين الاثنين، وطبعا هذه نشوفون النسب من إلى اعتمادا على إيش قد هذه النسب مجموعهن، يكون الباقي المتبقي من عدهن هو الحديد، المكمل إنهن يعني هو الحديد. فهذه النسب اللي صارت عندنا بالكاست آيرون، وهذه النسب اللي كانت عندنا بالهوت ميتال. فهذا هو التركيب الكيميائي للكاست آيرون. الفرن المستخدم بهذه العملية، الفرن اللي راح تتم به عملية إنتاج الكاست آيرون، هذا هو شكله، نسميه بالكوبلولا. كوبولا فرنس يعني فرن القبة، يكون شكله يشبه القبة، فيسمونه بالكوبلا فرنس. يعني هذه كوبولا فرنس. The cupola furnace is a most widely used foundry furnace. هو فرن سبك منتشر الاستخدام، واسع الاستخدام، for melting ferrous metals and alloy، يستخدم يعني بصهر المعادن الحديدية وسبائكها، يعني مو فقط يستخدم بصهر الكاست آيرون، وإنما يستخدم بصهر جميع الفيروس ماتيريال، جميع المعادن الحديدية. Sometimes it is also used for melting non-ferrous metals، وكذلك في بعض الأحيان يستخدم لصهر non-ferrous metal and alloy وسبائكها. الكوبولا فرنس is the cheapest means for converting the big iron of scrap metal into gray cast iron. هذا النوع من الفرنس هو الcheapest، الأقل ثمنا والأرخص ثمنا، to converting يعني تحويل the big iron اللي هو الشحنة راح تكون لهذه الفرن الكوبولا فرنس، or scrap metals scrap metal مواد أو معادن من السكراب. السكراب اللي هو هذه الخردة نسميها الناتجة عن مخلفات سبائك الحديد أو ومنتجات الحديد، into gray cast iron. والgray cast iron
هو احد انواع الكاست ايرون، احد انواع حديد الزهر. بالاخير راح اخلي لكم انواع حديد الزهر، عندنا مجموعه من انواع حديد الزهر اللي هو واحد من عندهم هو الجراي كاست ايرون الرصاصي، والرصاصي لانه مظهره رصاصي يسمونه بالجراي كاست ايرون. The fuel used is a good quality low silver coke. والوقود المستخدم يكون نوعيته جيدة ونسبة السيلفر بالكوك لازم تكون منخفضة. Anthracite coal. Anthracite coal هذا نوع من أنواع الفحم يسمى بالanthracite coal. Or carbon briquettes may also be used. أو قوالب من الكربون ممكن أنه يستخدموها أيضا. هذه كوقود، يعني كوقود يستخدمون، لأما وقود يكون الكواليتي مالته جيدة ونسبة يعني كوك فحم كوك، ولكن تكون الكواليتي جيدة ونسبة السيلفر تكون بمنخفضة، أو يستخدمون هذا الانثريسيتي كول اللي هو نوع من انواع الفحم، او الكربون بريكيوتس اللي هي عباره عن قوالب من الكربون. may also be used دائما او عاده تستخدم. The cupola is the shaft type furnace. والكبولا هذا الفرن هو عباره عن shaft type furnace، نوع من انواع افران اللي يسموها بالشافت تايبس، يعني تكون شكلها بشكل شافت، هذه الشفتات الضخمة. whose high is 3 to 5 times its diameter. ارتفاعه 3 to 5، من 3 إلى 5 من قطره، يعني ارتفاعه بقد قطره من 3 إلى 5 مرات. it is most widely used يستخدم بشكل واسع furnace for production molten grey cast iron، ويستخدم ب إنتاج أو صهر الجراي كاست آيرون. A sketch of cupola furnace is shown in figure 3.1. وقلنا هذا هو الكابولا فرنس، ظهر لنا بهذه الصورة. نشوف هو عبارة راح يكون عن سيلندر ومبطن أيضا من الداخل بالرفراكتوري ماتيريال. أيضا راح نشوف عندنا مناطق مقسم إلى مناطق، وراح نشوف كل منطقة من هذه المناطق شو راح يحدث فيها. The shell is contracted of a steel plate. الشيل قلنا اللي هو الجدار الخارجي لهذا الفرن مصنوع من الستيل بليت، of about 10 millimeter thickness. الثيكنس مال الشيل مال الطبقة الخارجية يكون 10 millimeter thickness. الثيكنس مالتها 10 millimeter. Riveted or welded نفس ما قلنا بالفرن العالي، انه هذه البليت تصنع باللحام او الريفيتد. Together and that is internally landed ومن الداخل او داخليا. واللايند قلنا تبطن with refractory fire clay breaks، وتبطن من الداخل بالطابوق والأطيان الحرارية والمقاومة للحرارة. The shell diameter الطبقة هذه اللي هي طبقة داخلية varying from 1 to 2 meters with a high of about 3 to 5 times the diameter. الشيل اللي هي الطبقة الداخلية هذه اللي مصنوعة من الرفراكتوري ميتال راح تكون سمكها ما بين 1 إلى 2 متر، وارتفاعها يكون من 3 إلى 5 ضعف الدايمتر مالتها. فهذا هو وصف للكوبولار فورنس، فهو قلنا عبارة عن سيلندر راح تكون جدرانها من الستيل، وعندنا مبطن من الداخل بالرفراكتوري ماتيريال، وهذه الرفراكتوري ماتيريال تكون سمكها من 1 إلى 2 متر، وارتفاعها ضعف قطرها من 3 إلى 5. Operation of cupola furnace عملية تشغيل، أو شلون راح تجرى يكون تشغيل، مراحل تشغيل هذا الفرنس. The operation of cupola furnace consists of the following steps. وعملية تشغيله راح تكون بالخطوات التالية.
أولاً preparation of cupolar furnace اللي هي عملية تحضيرية، هذه ما ذكرت لكم تفاصيل عنها لأنه شرح مو مهم. يعني عمليات تحضيرية، يحضرون الفرن أول ما يبنون يبنونه، شلون يصير مكانه، شلون تكون قاعدته، وهذه التفاصيل اللي هي preparation of cupolar. أول ما بدوا يحضرون ويجهزون الفرنس. Firing of cupolar، والfiring of cupolar بصورة بسيطة مثل تنور الطين، إذا أحد شايفه التنور الطين أول مرة يسوونه يصنعونه من الطين، وقبل ما يستخدمونه لازم يفخرونه اللي هو مثل عمليات الفخار. فشي يسوونه فايرينج، يحرقونه، يحطون به حطب ويشعلونه قبل ما يستخدمونه. لازم يصير أول مرة، أول يعني كأول استخدام لازم يحترق الفرن، يلا بعدين تبدأ عملية استخدامه. فهذه عملية الفايرينج مشابهة لعملية اللي سووها هذه التنانير الطين القديمة. فبالبداية سووا عملية حرق، كانوا يشعلونه ويحرقونه حتى هذه البطانة الداخلية مالته اللي هي عبارة عن refractory material تحتاج هذه العملية مثل التنور الطين بالضبط. charging the cupolar عملية شحن أو تفريغ يعني المواد داخل هذه الكابولار فرنس، فراح تشوفوا شو راح تكون. The charge is feed into the cupolar through the charging door. الشحنة تفرغ عن طريق ما يعرف ب charging door اللي هو باب الشحنة أو التفريغ. Many factors such as charge combustion، عدة عوامل من عدها اللي هي التركيب الشحن، تركيب الشحنة أو مكونات الشحنة، affect the final structure of the gray cast iron obtained، تطينا أو تتحكمنا في المنتج النهائي، بخواص المنتج النهائي تعتمدنا على الشحنة اللي جاي ندخلها. The charge الشحنة شو راح تكون؟ انتبهوا لها، قلنا احنا شحنة الفرن العالي شنو كانت والناتج من الفرن العالي شنو كان. فاليوم عدنا الكابولار فرنس شنو شحنته وشنو الناتج. The charge is composed of 25% of big iron، 25% big iron اللي هو هذا ناتج الفرن العالي، 15% gray cast iron scrap، 50% scrap من ال gray cast iron. scrap انه هي عبارة عن مخلفات الاجزاء اللي مصنوعة من وتاجه. يعني عندنا مثلا هسه احنا عندنا احد الكراسي اللي تتكسر، هذه السكراب اللي هو الناتج عن تالف الاستخدام، وين يتخلصون من عند هذه السكرابس، يعيدون تصنيعها. ف 50% من الجراي كاست ايرون سكراب، وهذا السكراب هو اصلا كاست ايرون، و 10% ستيل سكراب، و 10% من الستيل سكراب، 12% كوك as a fuel، 12% فحم الكوك كوقود، و 3% لايمستون as a flex. فهذه راح تكون شحنة الفرن العالي، 25% big iron، 50% gray cast iron، 10% steel scrap، و 12% كوك، و 3% لايمستون. هذه هي شحنة الفرن العالي. These constituents، هذه المكونات form alternate layer of، هذه المكونات راح يدخلوها داخل الفرن او يصفطوها كأنه داخل الفرن بشكل alternated layer طبقات متعاقبة. شلون راح تكون طبقات؟ cook limestone and metal، هذا الترتيب. طبقة كأنه اول طبقة فحم كوك، طبقة كوك، طبقة لايمستون، وطبقة الميتال اللي هم هذه الشحنة اللي هي الستيل سكراب، الجراي كاست ايرون، والبيج ايرون. بسايد لايمستون، فيلسبار and سودا اش are also used as a flex material. هذه الفيلسبار و السوداء اش اللي هما حد والكوارتز اللي حكينا عنهم اللي هما انواع اخرى من الفليكس، ممكن انه تستخدم خلال هذه العمليه، انه ممكن يستعيدون بهذه
بدلا عن أو مع اللايمستون يضيفون هذه الأنواع من الفليكس. The function of a flex is to شنو وظيفة الفليكس هنا علي؟ هذه مهمة. وظيفة الفليكس عرفنا وظيفة الفليكس بالكوبلا بالفرن عفوا البلاست فرنس. اليوم نشوف وظيفتها بالكوبلر فرنس كوبلوا. Of flex is to remove the impurities. وظيفتها زيلنا الشوائب in the iron and protect the iron from the oxidation. فوظيفة الفليكس بالكوبلر فرنس أولا تزيلنا الimpurities من الايرون، واثنين راح تحمينا protect يحمي the iron from oxidation تحمينا الحديد من التأكسد. فهذه هي عملية الشارجينج أو عملية الشحن للكوبولر فرنس. النقطة الرابعة اللي هي soaking of iron، والsoaking soaking تعني نقع. السوكينج يعني نقع، والنقع يعني انتركة. أي شيء يريد ننقع عش نسوي له انتركة فترة زمنية بهذا الوضعية أو بهذه الحال. ففوتنا كأنه شحنا إلى داخل الفرن وراح نتركها فترة من الزمن. فالسوكينج of iron after charging the furnace fully بعد ما شحنا الفرن بالكامل it is allowed to remain as such for about 1 to 1.5 hours. فبعد إن شحننا بالكامل allowed يسمح to remain نسمح بأن نبقي الشحنة داخل الفرن بحدود 1 to 1.5 من ساعة إلى ساعة ونص. during this stage شنو راح نسوي إن هذه slowly get heated up، راح تكون عملية التسخين slowly بطيئة. heated up because the air blast the air blast escaped shut this time and due to this iron gate soaked. بهذه المرحلة راح تكون عملية كأنه تسخين during this stage charge slowly get heated، الشحنة راح تسخن ببطء. because the air blast escaped shut بسبب إنه الهواء هذا البلاست أو عصف الهواء راح يكون متوقف بهذه المرحلة. This time and due to this iron gate soak، وبهذه الطريقة راح يصير عندنا عملية نقع للآيرون. المرحلة الخامسة starting the air blast، بعد ما سوينا عملية النقع راح يبدي عملية عصف الهواء داخل الفرن. The air blast is opened at the end of soaking period، بعد ما ينتهي فترة النقع راح تبدي نشغل الاير بلاست. The top opening is kept closed till the metal melts and sufficient metal is collected. راح نبدي نضخ الهواء او البلاست فرن، الفتحة العلوية opening top opening is kept closed راح تبقى مسدودة till the metal إلى أن metal melts المعدن ينصهر and sufficient metal is collected وكمية معينة من المعدن تنتج أو تجمع. as melting produced processed بعد أن تتم عملية الصهر the content of the charge move gradually downward، بعد انه تتم عملية الصهر فالشحنات يعني الفرن هذا شكله راح يترسونه طبقات قلنا كوك لايمستون والمتل بهذه الصورة، وطبقات بعدها نفس الشيء كوك لايمستون متل بهذه الطريقة. فلما هذه الشحنة هذه الشحنة الأولى راح يتم عملية صهرها تنصهر وتنزل إلى الهيرث إلى الموقد صارت سائل، راح تنزل منه بعدها تنزل بعدها هذه الشحنة الثانية. ف the content of the charge move gradually down فالشحنة راح تبدي تدريجيا تنزل لجوا، كل ما تنصهر دفعة تنزل الدفعة وراها تنصهر دفعة تنزل الدفعة وراها وهكذا.
the rate of charging must be equal to the rate of melting. عملية الشحن، عملية إضافة المواد لازم تكون مساوية لمعدل الصهر. So that the furnace is kept full through the heating. وهذا رح يسمح لنا إنه الفرن يبقى مفول، يعني يبقى مقبض خلال عملية الصهر. يعني إحنا جاي نصهر ونضيف، نصهر ونضيف حتى ما يبقى فراغ عندنا بالفرنس. فهذه عملية الستارتينج أوف أو يبدأ عملية ضخ الأير بلاست. Closing the cupola. انتهت عملية، راح نغلق الفرن. When no more melting is required, بعد انتهت عملية الصهر، بعد ما عدنا شحنة، the feeding of charge التغذية أو إضافة الشحنات and air blast is stopped. راح نوقف إضافة المواد ونوقف الاير بلاست. The probe is removed so that the bottom plate swinging to open. البوتوم بليت اللي هو صفيحة من الأسفل حتى تفرغ لنا المواد. يقول swinging to open. swinging تتأرجح يعني تتحرك حتى تفتح الفرن. The slag deposit is removed. مخلفات الإسلاق تزال. The cupola can run continuously. وهذا الكابولا ممكن إنه أو هذا الفرن يعني ممكن إنه يعمل بشكل مستمر مثل الفرن العالي. But in practice it may work when required. ولكن هو يعمل بالعادة عندما تكون وقت الحاجة إليه. يعني هذه عملية إنتاج الكاست آيرون ما تكون مماثلة لعملية إنتاج الهوت ميتال. يعني عمليات قلنا الهوت ميتال بلاست فرنس يكون الفرنس يكون كلش ضخم، موقع الفرن يكون داخل المناجم. يعني هذه عملية تكون عمليات مستمرة بها وشحنات مستمرة وكميات كبيرة ينتج. فهذا ممكن انه يعمل هو بفترات مستمرة مثل البلاست فرنس، ولكن هو بالحالة الاعتيادية يعمل وقت الضرورة او وقت المطلوب. The melting period does not exist for hour in most of foundries. وعملية الصهر أو الصهرة الوحدة طول لنا 4 ساعات، بينما قلنا بالبلاست فرنس تستمر العملية 8 ساعات. But it can operate continuously for 10 hours or more. بينما هو يعني الدفعة الوحدة أو الشحنة الوحدة اللي ينتجها تستمر 4 ساعات، ولكن هو ممكن أنه يستمر بالعمل إلى 10 ساعات أو أكثر. فهذه عملية تشغيل الفرن أو مراحل تشغيل الفرنس. الزون of the cupola furnace. هسه مثل ما أخذنا الزون بالبلاست فرنس، راح نأخذ الزون بالنسبة للكابولا فرنس. The cupola furnace is divided in number of zones إلى عدد من المناطق where a number of chemical reaction take place. اللي بيها تفاعلات كيميائية راح تحدث. The following are the 6 important zones. وهذه عندنا 6 مناطق المهمة داخل الكوبولا فرنس. فراح نشوف الكوبولا فرنس والزونز. فنكملها على الفيديو الثاني حتى لا تصير هذا الفيديو طويل. نكمل الزونز of cupola furnace. قلنا الكوبولا فرنس راح يكون هذا شكله. فنشوفه راح يكون متكون من مجموعة من الزونز. عندنا هذه الستاك زون، البريهيتينج عفوا زون، الملتينج زون، الريديوسينج زون، والكمبستشن زون، وعندنا هذه هي الهيرث اللي هي المنطقة الأخيرة أو نسميها بالكروسبل زون. فرح نبدي بهن منطقة منطقة ونشوف، رح نبدي من الأخير من النهاية ويصعد إلى الأعلى. خلينا نخلي البلاست الفرن قريب حتى نشوف الصور والمناطق واحدة واحدة. أول منطقة الويل اللي هي يسموها الحوض. well يعني مثل البئر، حوض بئر يعني أي شيء اسطواني وعميق نسميه بالويل، يعني مشابه مثل الحوض. or
كروسيبول، والكروسيبول تعني بودقة، والبودقة هي مثل الحوض، يعني مثل الهيرث اللي هو جزء مقابل للهيرث بالبلاست فرنس، فنسميه بالويل أو الكروسيبول زون اللي هي منطقة البودقة أو منطقة الحوض اللي راح يجمع بها الملتين ميتال. راح نبدي منين؟ قلنا من النهاية. فلو نجي نأشرها هنا فهذه هي الكروسيبول زون، هذه هي الكروسيبول زون، هذه المنطقة، هذه هي منطقة البودقة. فراح نشوف شنو مواصفات هذه المنطقة. It is the zone between top of the sand bed، هي المنطقة ما بين الساند بيد والساند بيد اللي هي طبقة من الرمل، and bottom of the tier. فهو راح تكون هذه المنطقة اللي حددناها، هذه هي الساند بيت، هذه هي الساند بيت، شوفوها هذه طبقة من الرمل، فهي راح تكون ما بين الساند بيت أو فوق الساند بيت وأسفل التويرز، هذه التويرز، هذه هي منطقة التويرز اللي ضخ بها الإيرز، فراح تكون ما بين هذه المنطقتين. Molten metal collect in this zone، وهي هذه المنطقة شو راح نسوي بها؟ نجمع بها المعدن المصهر اللي هي بالنهاية، فالمعدن المصهر بالأخير راح يجمع بها. Combination zone هذه هي المنطقة الأخرى، اللي هي الكومبستشن زون. هنا يمكن اكو كومبستشن وليس كومبينيشن. It is the zone between the top of the tuyeres and the theoretical level above it. فهي المنطقة راح تكون ما بين التويرز، هذا هو التويرز، وبعد and the theoretical level above it، والمستوى الأعلى منها، فهي راح تكون ما بين التويرز والمستوى الأعلى منها اللي هي هذه، راح تكون هذه المنطقة. It is also known as oxidation zone، وتسمى بمنطقة التأكسد أو الأكسدة اللي راح تحدث فيها عمليات التأكسد. Here the combustion actually done، هذه المنطقة الكومبستشن اللي هو الاحتراق actually done، تمت عملية الاحتراق، يعني الفحم بدأ يحترق. Consuming all the oxygen from the air blast، كل الهواء اللي جاينا من البلاست، and generates a huge amount of heat، راح تتم عملية الاحتراق. وقلنا عملية الاحتراق شنو راح يصير؟ الكربون يتفاعل مع الاكسجين يكون CO2. هذا يقول consumption all the oxygen، راح تتم عملية الاحتراق اللي راح تسحب لنا كل الاكسجين from the air blast and generate، وراح تولد لنا huge amount of heat، لأن هذا تفاعل باعث للحرارة فيولد لنا حرارة. The temperature range from this zone for this zone is about، درجة حرارة هذه المنطقة راح تتراوح ما بين 1500 إلى 1850 درجة سيليزية. فهذه هي درجة حرارة هذه المنطقة بسبب شنو عندنا؟ هذه التفاعلات الباعثة للحرارة. The heat produced in this zone is sufficient to meet the requirement of other zone of Köppler. فهذه الحرارة المتولدة بهذه المنطقة هي اللي راح تكون أو اللي تولد لنا الحرارة وتنقلنا الحرارة إلى مناطق الأخرى من الكوبولا فرنس. هذه المنطقة اللي سميناها
بالكومبشن زون. فقط هذه صححوها، هذه كومبشن وليس كومبينيشن، هذه كومبشن زون، منطقة الاحتراق. نجي إلى المنطقة اللي بعدها، فهسه لو نجي هنا قلنا هسه شنو حكينا؟ قلنا المنطقة الأولى اللي هي الكريسبل اللي هي البودقة، هذه هي راح تكون البودقة بهذا المستوى تحويلنا على الهوت أو على المعدن المنصهر. بعدها تجينا الكومبستشن زون اللي هي راح تكون ما بين التويررز ومستوى أعلى منها، فهذه كلها يعني تشمل لنا التويررز وياها، وهذه المنطقة كلها نسميها بالكومبستشن زون، هي منطقة الاحتراق اللي راح يتم بها عملية الاحتراق بالكامل، فاللي راح يتولد بها العمل جان ذخوة وعملية احتراق راح يصير عندنا التفاعل التالي اللي هو CO2، عفوا C يتفاعل مع الكربون يتفاعل مع أكسجين يكون لنا CO2، قلنا هذا تفاعل باعث للحرارة، فيرفع لنا من درجة حرارة الفرن، ودرجة حرارة الفرن هنا راح تكون ما بين 1200 إلى 1850 درجة سيليزية، 1000 وش قد قلنا؟ 1500، ما بين 1500 إلى 1850 درجة سيليزية. فهذه هسه لو نجي نسويهم بشكل نفس المخطط السابق حتى تصير واضحة، فهذه عندنا الكومبستشن زون. إذا نجي على التيمبرتشر لها، فالتيمبرتشر بهذه المنطقة راح تكون 1500 إلى 1850 درجة سيليزية. إذا نجي على التفاعل فهو تفاعل احتراق، فكربون مع CO2 يعطينا مع CO يعطينا CO2، كربون وأكسجين يعطينا ثنائي أكسيد الكربون، فهذه نسميها بالكومبستشن زون، فهذه مرحلة الاحتراق أو منطقة الاحتراق. الريديوسينج زون اللي هي منطقة الاختزال، هذه منطقة الاختزال. It is the zone between the top of the combustion zone اللي هي المنطقة تكون أعلى من الكومبستشن زون and the top level of the cook bed، فراح تكون أعلى الكومبستشن زون وإلى الحد العلوي من الكوك بيد، والكوك بيد اللي هي طبقة فحم الكوك، فراح نشوفها هسه هنا. نجي إلى الطبقة الثانية اللي هي سميناها بالريديوسينج زون، راح تكون أعلى، هذه هي المنطقة تكون فوق الكومبستشن زون وإلى المنطقة أو إلى قلنا الكوك بيد، مو قلنا هذه الشحنة، راح تكون هذه الشحنة بشكل طبقات، طبقة فحم والنوبة طبقة لايمستون والنوبة طبقة ميتل، فهذه المنطقة راح تكون من فوق الكومبستشن زون إلى مستوى طبقة الكوك، فهذه هي المنطقة اللي سميناها بالريديوسينج زون. راح نشوف شنو راح يصير هذه المنطقة. It is also known protective zone، وأيضا تسمى بالبروتكتيف زون. The CO2، هذا CO2 اللي يتحرر هنا flowing upward through this zone، هذا اللي يتحرر راح يصعد إلى أعلى خلال هذه المنطقة react with the hot cook، يتفاعل مع الفحم الكوك، فش نسوي؟ راح يصير عندنا التفاعل الثاني، ممكن نحن هذا التفاعل الأول بعدين يرجع CO2 يتفاعل مع الكربون يعطينا CO، هذا التفاعل الثاني يعطينا CO، وهذه تنظروا فيه اثنين، هتصير عندنا اثنين أكسجين اثنين كربون، هذه اثنين كربون اثنين أكسجين، هذا التفاعل الثاني اللي قلنا هو ماس للحرارة، فنشوف درجة الحرارة من هذه المنطقة راح تبدأ تنخفض. Is react to CO due to the reaction the temperature gate radius، نشوف نتيجة هذا التفاعل، هذا التفاعل باعث للحرارة، فزيد لنا من درجة حرارة بمنطقة الكومبستشن
منطقة الاحتراق، بينما هذا التفاعل الثاني اللي راح يصير بالريديوسينج زون راح يكون ماس للحرارة، فراح يقلل لنا من درجة الحرارة. Reduce the temperature to about 1200 درجة سيليزية. This zone protects the charge against oxidation. بهذه المنطقة راح يتم حماية protect حماية the charge الشحنة against oxidation من عملية التأكسد. As it has reducing the atmosphere in it. وهذا بتقليل الهواء الجوي في هذه المنطقة بتقليل الأكسجين، وراح تصير عندنا هذه تبع CO اللي هو عامل اختزال فيسحب لنا الأكسجين فيمنعنا إنه الأكسجين يتفاعل لنا مع المتال. فلو نجي هسه لمنطقة reducing راح تكون درجة الحرارة قلنا تصل إلى 1200 درجة سيليزية، وهذا بسبب التفاعل الماس للحرارة إنه CO2 الناتجة من هذه راح تتفاعل مع الكربون وتنتج لنا CO، فهذا هنا تكون عندنا CO2 راح يصعد إلى هنا يتفاعل يكون لنا CO. Melting zone المنطقة اللي بعدها هي melting zone منطقة الانصهار. It is the zone between the first layer of the metal charge هي المنطقة ما بين الطبقة الأولى من metal charge. قلنا الطبقات راح تكون هذه خلوها ببالكم، عندنا كوك limestone ومتال. الطبقة أو المنطقة اللي قلنا منطقة الاختزال اللي هذا reducing zone تكون من منطقة الكومبشن إلى بداية طبقة الكوك، هذه قلنا سميناها بالreducing zone. هسه الmelting zone between the first layer بين الطبقة الأولى من المتل و and above the reducing zone، فتكون من الأعلى reducing zone إلى أول طبقة من المتل، يعني هذه بعدها راح ترجع طبقات ثانية كوك لايمستون متل، فهذه كأنه الشحنة من الدفعة الأولى، هذه راح نسميها بالمالتينج زون أو منطقة الانصهار اللي هي لو نجي هنا نأشرها نصعب لون ثاني. قلنا هذه هي الطبقات، فهذه هي الريديوسينج زون، هذه هي المالتينج زون. شوفون هذه الطبقات راح تكون يعني هذه هي المالتينج زون، راح تكون عندنا طبقة كوك طبقة لايمستون وطبقة متل، فهذه المالتينج زون راح تكون أعلى من الريديوسينج زون وإلى حد الطبقة الأولى من المتل، فهذه هي المالتينج زون. It is the zone between the first layer of the metal charge and above the reducing zone. It is between 300 to 900 millimeter and above. يعني هذه السمك مالت هذه المنطقة وارتفاع هذه المنطقة ما بين 300 إلى 900 millimeter above the bed charge. أعلى من الطبقات الشحنة، يعني هذه داخلة ويا الشحنة داخل الشحنة الموجودة بداخل هذه المنطقة. The solid metal charge charges to the molten state picks up sufficient carbon in this zone. المواد الصليبة المشحونة بهذه المنطقة picks up تلتقط sufficient carbon in this zone، راح تلتقط كميات من الكربون بهذه المنطقة. The temperature attainable in this zone is in the range the temperature بهذه المنطقة راح تكون 1600 إلى 1700 درجة سيليزية، فبهذه المنطقة راح تبدي الشحنة تلتقط لنا الكربون ودرجة الحرارة راح تكون بين 1600 إلى 1700 درجة سيليزية. Preheated zone، فهسه هذه المنطقة راح تكون درجة حرارة من 1700 إلى 1700 إلى 1700
1600 إلى 1700 درجة سيليزي. ننتقل للمنطقة اللي بعدها اللي نسميها بالبري هيتينج زون، وانتبهوا انه احنا جاي نبدي من الاسفل ونصعد الى الاعلى. البري هيتينج زون اللي هي منطقة اعادة التسخين او يعني شو نسمي التسخين المسبق، يعني الشحنة هذه المنطقة هتكون بالبداية، فالشحنة هي ونازلة جاي تسخن. Is the zone from above the melting zone، وهي المنطقة اللي راح تكون اعلى من الملتينج زون، to the bottom level of the charge door، الى البوتوم ليفل المستوى السفلي من الشارج دور اللي هو باب الشحن او التفريغ. فهذا هو الشارج دور، فراح تكون من هذه المنطقة اللي هي اعلى من المالتينج زون الى باب الشحن، فهذه هي البري هيتينج زون. Charging material are feed in this zone. المواد انشحنت بهذه المنطقة. The charge is the preheat. الشحنة راح تتم تسخينها to about 1939 يعني 1093 درجة سيليزية before they settle down ward to enter the melting zone. قبل أن فراح نسخن الشحنة بهذه المنطقة إلى درجة حرارة 1053 قبل أن تستقر settle، يعني تستقر أسفل إلى الأسفل، to enter the melting zone، حتى تدخلنا إلى melting zone. It is also now charging zone، وأيضا تسمى charging zone. فعندنا هسه تسميتين مختلفات، charging zone للبريهيتينج zone، وعندنا reducing zone تسمى بالprotective zone. هذه انتبهوا عليها. فهسه هذه المنطقة راح تكون بها درجة الحرارة 1093 درجة سيليزية، يتم بها تسخين مسبق للشحنة قبل أن تدخلنا إلى الملتينج زون. المنطقة الأخيرة اللي هي الستاك زون أو المدخنة مثل ما شفناها بالبلاست فورنس. It is the empty portion، هي جزء فارغ of this، الجزء الفارغ من هذا الفرن، which extends from above، يعني تمتد إلى الأعلى، the charging zone، أعلى charging zone اللي هي هذه the preheating zone، to the top of the furnace، إلى أعلى الفرنس. It carries the hot gases، تحمل لنا الغازات الساخنة generated within the furnace to the atmosphere، وهذه المدخنة مشغلتها تخرج لنا الغازات إلى خارج الفرنس. فصارت عندنا البودقة المنطقة الأولى الكريسبل اللي يتم بها جميع المالتين ميتال المعدن المنصهر، الكومبستشن زون اللي هي منطقة الاحتراق اللي راح يتم بها عملية الاحتراق، أو الأوكسيديشن زون، هذه أيضا نسميها بالأوكسيديشن زون، يحدث بها التفاعل الأول اللي هو تفاعل الاحتراق. المنطقة اللي بعدها اللي هي الريديوسينج زون اللي هي منطقة الاختزال اللي راح تكون نسميها بالبروتكتيف زون، راح تبدي بيها يتفاعل ثنائي أكسيد الكربون ناتج منطقة الاحتراق حتى يكون لنا عناصر أو غازات الاحتراق اللي الاختزال عفوا اللي هي CO، فهذه راح تتم بيها تفاعلات الكيميائية يكون عوامل اختزال. المالتينج زون اللي هي منطقة الانصهار اللي راح تكون يتم بيها عملية الصهر وتكون درجة حرارتها، وهذه المنطقة راح يلتقط عندنا المعدن، تبدي المعادن تلتقط الكربون بهذه المنطقة. البري هيتينج زون اللي هي منطقة إعادة التسخين، أو عفوا مسبقة يعني التسخين مسبق قبل ما تدخل الشحنة أو إلى منطقة الملتينج زون، تم تسخينها إلى درجة حرارة 1093. والستاك عفوا زون اللي هي منطقة المدخنة اللي عن طريقها نتخلص من غازات الناتجة خلال هذه العملية. فهذه بالنسبة لمناطق الفرن العالي. شوف ما دخلنا بتفاصيل التفاعلات، لأن هنا التفاعلات راح تكون أكثر تعقيدا، وعندنا عناصر هواية انضافت، عندنا سكراب مضاف من الكاست ايرون، سكراب مضاف من الستيل، فصارت عندنا هواية عناصر. الكاباسيتي اوف كابولار فرنس اللي هي
السعة، شكد قابلية إنتاجيته يعني. The capacity of capolar is defined in term of tons، تعرف بالطن، of liquid metal obtained per hour of heat. السعة مالته تقاس على أساس شقد ينطينا أو شقد نحصل طن of liquid metal من المعدن السائل، كم طن من المعدن السائل بالساعة. It depends upon the dimension of capolar، وهذا يعتمد لنا على أبعاد الفرن المستخدم. The efficiency of يعني هذا يعتمد على يعني ال capacity of capolar، السعة الكابولار فرنس على ماذا تعتمد؟ أولا depend upon the dimension of capolar، the efficiency of combustion، أبعاد الفرن، كفاءة الاحتراق، الcombustion rate معدل الاحتراق، الconstituent of charge مكونات الشحنة. هذه أربعة، فهذه العوامل اللي تعتمد عليها ال capacity of capolar furnace. على ماذا تعتمد ال capacity of the capolar furnace؟ على dimension of capolar، efficiency of combustion، وال combustion rate، وال constituents of charging. The output of capolar can be increased by oxygen enrichment of the air blast and by better heat utilization of heat outgoing gases to preheat the furnace to about 118 to 217. The output of capolar can be increased، يعني كميات الخارج، output الخارج من الكابولار can be increased، ممكن نزيده، by oxygen enrichment of air blast، انه نضيخ الهواء اللي نضخه يكون غني بالاكسجين، and by better وبتحسين ال heat utilization of the heat، تحسين عملية الخروج الغازات اللي جاي تخرج لنا من الفرن، to reheat the furnace، حتى تعيد تسخين الفرن. يعني هذه مو كلش مهمة الفقرة. Advantage of capolar furnace well disadvantage or limitation of this furnace. Advantage of the capolar furnace it is similar in construction and operation. يكون عفوا simple in construction and operation، سهل التركيب كأنه والتشغيل. Low cost of construction، عملية إنشاء تكون غير مكلفة. Operation and maintenance، والmaintenance تعني عملية صيانته. فأولا يكون بناء أو تشغيل سهل، ثانيا كلفة بناء والتشغيل والصيانة تكون منخفضة. It has continuous and fast rate of production، يشتغل أو إنتاجيته تكون مستمرة وبمعدل عالي، أو عفوا معدل سريع، معدل إنتاجه سريع ومستمر. It does not require very skilled operator، ما يحتاج مشغل ماهر. It requires small floor area، يحتاج مساحة أرضية مثل ما نقول سطحية صغيرة، as compared to other furnace، مقارنة بالأفران الأخرى، يعني يكون حجمه صغير. Combustion of metal can be controlled، والتركيب النهائي للمعدن الناتج ممكن السيطرة عليه أو التحكم به. فهذه هي نسميها بالأدفانتج، مميزات الكوبولر فرنس، بينما الليميتيشن اللي هي الديسادفانتج اللي هي العيوب. Temperature control، temperature control is difficult to maintain، صعوبة الحصول على سيطرة أو صعوبة السيطرة على درجات الحرارة داخل الفرنس. Carbon content increase in the iron product، زيادة محتوى الكربوني بالمعدن الناتج، due to the heating of coke together with the metal، نتيجة تسخين فحم الكوك مع المتل سوية. Some metal elements are converted to their oxide، بعض المعادن راح تتحول إلى
أكاسيد أكاسيدها يعني تتأكسد which are not suitable for casting واللي هذه تكون غير مناسبة للسبك بما أنه إحنا جايين نسوي كاست آيرون والكاست آيرون يصنع أو طريقة تصنيعه أو تشكيله فقط بالسباكة لذلك تسموه بالكاست آيرون حديد الزهر هو بسمون حديد السبك يعني يصنع فقط بالسباكة يعني صهرونه وصبونه بقوالب على شكل المنتج النهائي هذه هي فقط طريقة تصنيعه ما ممكن أنه يشكل لا بالدرفلة ولا بالخراطة ولا غيرها لأنه قلنا هو يكون بريتل فهذه بصورة عامة يعني حاولت أخلي لكم إياها بشكل ملخص الكوبولر فرنس طريقة إنتاج الحديد الزهر والمواصفات هذه الخاصة بالفرن المستخدم بهذه العملية الموضوع الأخير اللي هو Type of Cast Iron اللي هي أنواع حديد الزهر هذه ما راح أدخلكم تفاصيلها يعني هذا الشرح اللي ويا الأنواع ما مطلوب لأنه مرحلة أولى يكون صعب عليهم يجوز مرحلة ثانية ممكن خليها لكم يجوز إذا تستفادوا من عنده بينما المرحلة الأولى ما راح يكون فيه صعوبة عليهم فما مطلوب من عندكم فقط الأنواع شنو هي حتى تعرفون عندنا أنواع مختلفة من الكاست آيرون واختلاف الأنواع راح يعتمد لنا على عنصرين أولا معدل التبريد نسميه بالكولينج ريت وعلى الكومبوزيشن اللي هو التركيب الكيميائي يعني العناصر وهذه ذكرناها اللي هي السيليكون مانجانيز فسفور وهذه نسبها واهم عناصر هو المانجانيز والسيليكون هذه اهم عناصر تتحكم منه بالكاست ايرون ونوع الكاست ايرون فاعتمادا على هذه العناصر لما يكون عندنا السيليكون اعلى نسبته اعلى من 1% راح يغير لنا بشكل الكربون داخل الكاست ايرون بينما والمنجنيز يحسن لنا من المطيلية من الدكتلتي فكل ما الموجود نسبة من المنجنيز تتحسن عندنا المطيلية فيظهر عندنا نوع آخر من الأنواع الكاست آيرون اللي هو الجراي كاست آيرون والوايت كاست آيرون هذه لو نحكي بصورة عامة الجراي كاست آيرون اللي هو الرصاصي يسموه رصاصي لأن مظهره رصاصي وهذا بتكون بنسبة السيليكون عالية أعلى من 1% فنشوف شكل الكربون يظهر بشكل جرافايت فينطي هذا الشكل الرصاصي بينما الوايت كاست آيرون تكون نسبة السيليكون بأقل من 1% فيظهر عندنا باللون الأبيض اللي هو تكون بالحديد بشكل الكربون بشكل كاربيد حديد متحد مع الحديد بعد هذه الاثنين ممكن أنه نجرى عليهم عمليات حتى يعطونا هذه النوعين الآخرين اللي هو الدكتايل آيرون الدكتايل آيرون هذا جاينا من الجراي كاست آيرون الجراي كاست آيرون نضيف لمنجنيز نزيد نسبة منجنيز به راح يصير عندنا دكتايل كاست آيرون وهذا الدكتايل إنه يكون مطيلي هذا قلنا إنه المنجنيز لما نضيفه يحسن لنا من المطيلية والماي لابل كاست آيرون اللي هو اللد نسميه كاست آيرون الماي لابل يعني الطري هذا ناتج لنا جاي لنا من معامله حراريه نجريها للوايت كاست ايرون فهذه بصوره يعني معلومات يمكن مستفادوا من عندها مرحله ثانيه شوي مرحله اولى ما بعتهم فاعتمادا على معدل التبريد والكومبوزيشن والتركيب راح يعطينا عندنا انواع مختلفه من الكاست ايرون فمن عدها اللي هو الجراي كاست ايرون وايت كاست ايرون ديكتايل والماي لابل كاست ايرون اما تفاصيلها فما راح تكون مطلوبة منكم فالى هنا ان شاء الله راح تكون نهاية هذه الكاست ايرون شكرا